كبابجي النمر قصة كفاح أو قصة نجاح تانية من اللي احنا بنحب نقدمهم. 15 سنة شغال تيك اواي وديليفري بس، ومن سنتين بس عمل المطعم ده. المطعم من جوه الصالة بتاعته صغيرة، ولكن بالليل بيفرش طبعا في كل الحتة دي. تعالوا نشوف مع بعض بيقدم ايه جديد للسوق، ايه الافكار الجديدة اللي اضافها الى سوق المطاعم الشرقية في مصر. كيلو كفتة بياخد 10 جرام ملح، ما ينفعش ياخد 11. بجد انا شايل انتباهي حاجة تانية خالص، الخلطة مختلفة، الطعم مختلف، مش زي بقية المطاعم. الكبد والورانس بتاعتها وكده مع رز بسمتي وشبت، فهي مختلفة تماما في الطعم. حمادة، كل سنة وانت طيب. الأول حمادة النمر، والاسم جاي من العيلة. من العيلة يا فندم. أنا عرفت إن أنت أصلا من المنصورة. أيوة. وإن دي هوايتك من وأنت في الجامعة. بالظبط. ابتديت الأول بالمحل التاني اللي هو الدليفري و الدليفري وتكاوي. وتكاوي. ما كانش فيه صالة. لا ما كانش فيه صالة، المساحة ما كانتش تسمح بوجود صالة فيه يعني. أوكي. قعدت 15 سنة في ده. وده فتحته من سنتين بس. من سنتين بس. طيب أنت من الأول كباب ومطعم شرقي، ولا كنت الاول كباب بس وبعدين اضفت المطعم الشرقي ده؟ لا يعني من الاول بس، هنا في اصناف زادت بحكم ان المطبخ اوسع وبحكم ان المكان اوسع والسوق مختلف، ففي اصناف زادت، لكن من الاول كبابجي وطواجن برضو بس مش بنفس التنوع ده. طب وليه مدينه نصر؟ يعني ليه اخترت كله في مدينه نصر؟ والله يعني انا بعمل، عايز اعمل يعني، عايز كمان افتح 3 فروع في مدينه نصر كمان. هي سوق كبير قوي كده. يعني انا بحب، يعني الفكره بتاعتي ان كان كل محل يخدم المربع اللي هو فيه. يعني انا فاتح المحل الاولاني في عمارات امتداد رمسيس، كان الهدف انه يخدم امتداد رمسيس ومدينه التوفيق. الكتله السكنيه دي حوالي مثلا 20,000 شقه او 25,000 شقه. كنت بحاول اخدمها. ليه بقى؟ لان انا قربي من المكان هيخلي الحاجه توصل سخنه طول الوقت. وانت ساكن في مدينه نصر؟ وانا ساكن في مدينه نصر. فانت عايز كل حاجه تبقى حواليك. وبعدين خدنا المحل ده، وان شاء الله في الخطه نفتح الفرع الجاي في زهراء مدينه نصر. طيب انت اللي انا فهمته واحنا بنتكلم مع بعض ان انتوا اصلا عيله عندكم اراضي زراعيه وكده. الحمد لله. ايه اللي شد انتباهك للمطاعم، لشغل المطاعم؟ والله هي صدفه، يعني انا اشتغلت صدفه في بسبب ظروف معينه كده. ولما جيت انا اصلا خريج جامعه الازهر، انا جيت هنا سنه 94. عجبني حد، رحت بشتري منه اكل، اسلوب البياع عجبني، قعدت معاه بقينا اصحاب، قال لي تعالى اشتغل معايا، اشتغلت حبيت الشغل بس. لا راجل، ما كانش في تخطيط خالص يعني للكلام ده خالص. ان بابا الله يرحمه كان معترض يعني. معترض جدا على الكلام ده، وفضل فتره طويله ما يكلمنيش، ولحد ما نجحت في اخر السنه وجبت جيد جدا، عرف ان الشغل ما عطلنيش يعني عن المذاكره. طيب يعني. والمنيو بتاعك اللي انت حاطه ده انت ومين؟ مين اللي بيحط المنيو بتاعك؟ ما هو بحكم ان انا كده بقالي 28 او 30 سنه بشتغل، برضه بجيب الشيف اللي معايا، بجيب اصحاب المطاعم، بشوف منيوهات مطاعم تانية، اشوف المناسب عندي ايه في حدود امكانياتي وامكانيات مطبخي وحدود برضه متطلبات الزبون. يعني انا ما ببقاش حابب اعمل حاجه احطها في المنيو وما تطلبش. بس فهو المنيو بتاعي بيبقى الحاجات اللي انا بحب اكلها. قلت لي انت عندك مشكله مع الستاف، مع الطباخين. طبعا هو مشكلتي انا، مشكله اي حد، مشكله الناس كلها. هيفهم الكلام ده اصحاب المطاعم. ما يقدرش يعمل الخلطه اللي انت بتقول عليها، لازم يحط التاتش بتاعه الصنايعي على ما اتعلم. لو هو اتعلم عند حد سنه اثنين ثلاثه، بتيجي انت تغير له المفاهيم، هو ما بيبقاش مقتنع. يعني انا بلاش شطه، هو لازم يحط شطه. لو سمع كلامه ما حط الشطه، حط فلفل اسود. فدي هو خلاص بالنسبه له الطعم لازم يكون، هو لازم شاشة. يكون كده. فبنعمل احنا يعني زي ما حضرتك قلت كده، بنجيب حد ينفذ المقادير. يعني انا كل حاجه بحسبها بالجرام، ان كان في الكفته يعني اي خلطه. طبعا يعني وبالذات الكفته دي لانها بتتفرم بال100 كيلو، لو المقادير زادت او 100 كيلو باظوا يبوظوا. يعني هو الكيلو كفته بياخد 10 جرام ملح، ما ينفعش ياخد 11.
بياخد 2.5 فلفل اسود، بياخد 2.5 بهارات، البهارات دي بقى كل واحد وبهاراته، بياخد 2.5 كربوناته، ما ينفعش يزيد لو زاد ولا يقل. طيب احنا بص خلينا نخش على طول على الحاجات الجديده اللي انت مزودها. تمام. انا شفت الحمام اللي محشي رز بسمتي وشبت وبتاع. اول ما شفت شبت انبسطت. لا ما حدش عمل الحمام ده غيرنا، يعني احنا عملناه لان انا كنت كل مره اكل الحمام عند اي حد حتى يعني يا رز يا فريك معروفه، ما حدش بيستعمل رز بسمتي في الحشوه يعني. بالظبط. خلينا نشوف بقى تطلع شكلها عامل ازاي. يا حضرتك باذن الله يا فندم. شكرا يا حماده، تسلم لي. ومعلومه صغيره كده يعني انا ما كنتش اعرفها، ان اللي بيدبحوا هم الذكور بس، ممنوع دبح الاناث، اشترطوا ان احنا غلابه حتى عند الخرفان. هنبتدي اول حاجه بحواوشي ستيك، نوريه لكم الاول كده. اوكي، هي قطع لحمه بدل ما لحمه مفرومه. طب الخلطه جديده، طعم جديد وحلو. عاجبني ان انا مستطعم اللحمه نفسها. فاكرين دايما في الحلقات ساعات بشتكي من ان الخلطه كتير، وده ساندويتش تاني هو بيعمله، صدور فراخ مخليه وتحتيها خس. شدت بيا حاجه تانية خالص، الخلطه مختلفه، الطعم مختلف مش زي بقيه المطاعم. اعتراض بسيط قوي يعني ان الخس واقع تحت والفراخ فوق، فالمفروض ينصصها يعني. حلو قوي. ودي بقى تقبل كل انواع الصوصات اللي ممكن تتخيلها. نيجي بعد كده للنيفة. بما ان انا عاشق للنيفة، بصوا مش هقدر الومه، بس الاكل بارد شوية، وده غالبا بسبب المصور الجميل بتاعي اللي بيدخل يصور جوه وياخد راحته لحد ما الاكل يبرد. هو ده هو ده. هي النيفه معروفه ان هي بتبقى ناعمه قوي ومدهنينها قوي، فانا بحاول اشيل الدهون من عليها. مع شويه رز بالشعريه كده. الرز بقى هو اللي مولع،
شكلك ما صورتوش يا نص. عشان كده سخن. طيب ونيجي للحاجه الثالثه اللي شدت انتباهي في الفقره الاولى وهي الفريك باللحمه. انا بحب الفريك. فريك حاجه صعيدي مصري اصيله. طيب تعليق بسيط جدا، فريك طعمه حلو قوي. تعليق بسيط جدا ان الفريك لازم ينزل في طبق اكبر شويه عشان اقدر اطلع مثلا اللحمه واقطعها واكلها، مش معقول اكل كل دي في بقي مره واحده يعني. بس محتاجه طبق اكبر شويتين. لحمه ناعمه قوي. طعمه. والفريك سخن. شكلك كده ما صورتوش هو كمان يا نصر. عشان فخاره، عشان فخاره بس عشان كده سخن. تحفه. وده غالبا مش فريك اكياس. صح؟ قلت لك ده مش فريك اكياس، ده فريك فريك. انت ماشي، حبيته انا حمدها خلاص. فريك جايبه، الفريك جايبه من المنصوره مش اكياس. هو طبعا الاكياس حلو، انا ما انا يعني بس القصد مش كل واحد عنده علاقاته انه يعرف يجيب فريك من المحافظات يعني، وبالذات الصعيد. بس يعني القصد انه ادج حاجه زياده كده لما بيبقى الفريك مش معلب يعني، مش كاس يعني. طيب اشرب بقى شويه برتقال كده في الكوبايه بتاعتي. جيت لقيتهم عاملين لي كوبايه محطوط عليها صورتي، ومن الناحيه الثانيه مكتوب اللي انا كاتبه على الواتساب بتاعي Born to be wild. حركه نميسه كده من المدام، مدام حماده. طيب اول حاجه الصنعه باينه جدا، الطعم مختلف وده عاجبني، مش مقلد حد. عامل الخلطه بتاعته هو. زي ما بقول لكم التعليق البسيط اللي كان عندي هو موضوع انه الطواجن تطلع في طبق كبير شويه عشان اقدر افضي منه واكل. حاجه بسيطه جدا يعني. قبل ما ننقل على الفقره الثانيه نقول لكم الاسعار. منيو بسيط جدا بتاع دليفري اكتر. طيب ساندويتش الصدور البلدي ب 20، حواوشي قطع اللحم ب 25، النيفا الكيلو بتاعها ب 300 الكيلو، هو ده طبعا مش كيلو، والفريك بالستيك ب 50، الفريك باللحمه يعني 50. يلا ندخل في الجد بقى. هنبتدي بأول حاجة المحشي. عندهم محشي مشكل، وعندي تعليق من قبل ما ادوق بس خليني اجرب الأول. الطعم حلو. ولكن تعليقي مش هيتغير بعد ما دقت. الطعم حلو. ولكن في تركه في السوى لانه مهري، فيا اما هما بيسووه للاخر وبالتالي لما بيتسخن
بيتفتح زي ما انتم شايفين كده، يا اما بيفضل تحت السخونه فتره مش عارف، بس هو طعمه حلو محتاج يتعمل بطريقه مختلفه شويه او حاجه تتعمل فيه مختلفه شويه، انه ما يبقاش مهري من بره، من بره ما يبقاش مهري. بس I like the taste. طيب نيجي للكباب والكفته، بما ان احنا كبابجي النمر نجرب. ناخد الاول كفته، طب هقول لكم تعليق عليها دلوقتي بس سيبها للاخر لما اجرب الباقي وهقول لكم ليه. ريشه اوكي، واللحمه هقول لكم ليه قدلت. كنت الاول خايف تكون الخلطه كلها الكفته، بس هي اللي ملحها عالي شويه، الباقي مظبوط، الريش واللحمه مظبوطين وطعمهم حلو، الكفته بس هي الملحها عالي شويه. حلو جدا. في معنى الكفته، نيجي للي بعده. اوبس. وسبحان الله كنا بنتكلم انا وحماده قبل التصوير على موضوع الكفته، ان هو ده اللي عشان كده سالته في الانترفيو انت عامل ايه مع الشيفات، وقال لك معذبني وبتاع مش عارف ايه، فكره ان هم بيزودوا من عندهم. اوكي طيب، الحمام المفروض ان هو محشي رز بسمتي، هنفتحه مع بعض دلوقتي، محشي رز بسمتي بالشبت وكده، وده عجبني قوي. مش المفروض بقى انك تيجي بعد كده تقدمه على رز، هو اوريدي فيه رز بسمتي، ما تقدموش على رز، ممكن تقدمه على اي حاجه، ممكن تقدمه على جرجير، ممكن تقدمه على اي خضار. يعني ريحه الشبت يا جماعه انا بحبها في الاكل، انا بحبها. طيب نفتح كده ونبص. طيب اسهل حاجه ان انت تدوق في الحمام اللي هي النسيره اللي عند الصدر. دي الحنصله ولا مش عارف يسموها ايه، انا عايز ادوق النسيره دي على طول. مختلفه، طعم مختلف وده عاجبني. انا اول مرة اكل حمام بالحشوة دي، هو حشوة الكبد والورانس بتاعتها وكده مع رز بسمتي وشبت، فهي مختلفة تماما في الطعم. مختلفة وعجباني. فيناش حلو، كنت خايف من المخاطره، وطبعا لما تبقى عمرك كله بتاكل الحمام بطريقه، بعدين جاي النهارده تاكله بطريقه تانية ممكن ما تتقبلهاش. انا عجبتني جدا. ونيجي لاخر حاجه وهي الموزه بالفته. فينك يا بكر؟ كان زمانك دلوقتي بتريل. ناخد بكر، ده كان في فتره من الفترات هو مدير التصوير اللي معانا، وكان يعني عاشق للموزه، سوري الموزه، عاشق للموزه. موزه مشويه يا اخي، سبحان الله كلمه الحق بتطلع الاول يا اخي. يلا المهم، نعمة طعمها حلو،
سنه فلفل اسود كده زياده، بس ده ذوق انا الشخصي، ولمعظم المصريين هيعجبهم الطعم ده. فيري جود. والمفروض ندوق تحتيها الفته. كنت شامم التوم بقى وهو بيطلع، قلت الحمد لله ما عنديش كورونا. ندوق ده من مخلل، معقول جدا. طماطم بالثوم مش ناوي دلوقتي. طيب ناخد بس الحته دي ونقول الاسعار ونختم. زي ما عودتكم بقول لكم على كل حاجه بامانه. نقول الاسعار الاول. طاجن، لا سوري، كيلو مشكل كباب وكفته ب 240 اهو ده، وفرد الحمام المشوي، فرد الحمام المشوي ب 55، والكيلو المحاشي فين؟ الكيلو بتاعها ب 100، بس هو ده مش كيلو يعني، بيتهيألي معرفش. المهم الكيلو بتاعها ب 100، وفتت الموزه عليها حتتين زي ما انتم شايفين ب 110. وعنده طبعا حاجات كتير قوي. طيب تعالى نلخص، نقول هو في اهي، ما انا بقول في رزايه حاسس بيها. تعالى نقول التلخيص. انا بيعجبني دايما قصه النجاح، وبحب اسلط عليها الاضاءه. احنا كلنا كفريق عمل في الاكيل بنحب نسلط عليها الاضاءه. التعليقات اللي بقولها بتبقى دايما من ذوقي انا. الاكل اذواق مختلفه لكل الناس، ولكن لما بقول من ذوقي انا، لان انتوا وثقتوا فيا وبتتفرجوا على البرنامج ووثقتوا في ذوقي. فبالتالي الحاجات اللي انا بعلق عليها زي الفلفل الاسود زي الكلام ده ممكن ناس تانية تحبها جدا. اوكي، يعني خلينا دايما نحط الحاجات في نظر. المطبخ عندهم مظبوط فيما عدا حاجات بسيطه قوي، حته الكفته اللي بقول لك الملح زياده سنه مش عارف ايه، فيما عدا اللي هو المحشي اللي طالع مستوي زياده، حاجات بسيطة بس الطعم مظبوط والمطبخ مظبوط. الصالة بيتهيألي محتاجة شوية تظبيط. محتاجة إن أنت بالذات في وقت كورونا ده يبقى عندك الأكياس اللي فيها المعالق والشوك والسكاكين البلاستيك الناشفة، عشان الناس الجلافزات طبعا موجودة عندهم، برافو. في سنة كده ناقصة في حتة التنظيم أو التوضيب بتاع الصالة. أوكي؟ ده مش هتحس بيه وانت بتعمل تكاوي، ده مش هتحس بيه وانت بتعمل بتطلب دليفري. وفي نفس الوقت بتتعوض بفكره ان الاكل طعمه حلو. الخلطه مش سوقي، مش اللي هي موجوده في كل السوق وموجوده في كل حته، لا مختلفه، عندك طعمه مختلف، تحس كده ان في نفس كده مختلف في الاكل. انا استمتعت بالتجربه وارجو ان انتوا تكونوا انبسطتوا بالحلقه زي ما انا انبسطت بيها. نكمل بقى في الموزه.